في هذا المسجد المبارك أيها الإخوة الذي أنشأه منذ زمن ربما منذ 40 سنة، فكان مصلا صغيرا أنشأه الحاج الشيخ خالد النجار رحمه الله، وجعل هذا المصلى الصغير الذي أنشأه في هذه المنطقة في ميزان حسناته. ثم مر هذا المسجد بمراحل كثيرة ومتعددة إلى أن وصلنا إلى الشعب الإندونيسي العظيم الذي أخذ على عاتقه وعلى نفسه أن ينشئ هذا الصرح الكبير في هذه المنطقة التي تحتاج إلى هذا البناء والتي تحتاج إلى هذا المسجد الضخم الكبير ليكون معلما حضاريا، ليكون صرحا شامخا، ليكون منارة تهتدى ويتعلم فيه دين الله سبحانه وتعالى. هذا المسجد أيها الإخوة كان منارة في هذه المنطقة، قبلة يتوجه إليها كل من أراد أن يتعلم القرآن الكريم وأن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على رغم قلة إمكانيات هذا المسجد التي كانت مصلا صغيرا، ربما أغلب المرافق ليست مجهزة فيه تجهيزا حسنا، بل هي في الأغلب مما يستر الحال، ولكنه رغم ذلك كان منارة وقبلة يتوجه إليها كل راغب لتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى ولتعلم أحكام التلاوة والتجويد، إذ لم تنقطع دورات أحكام التلاوة والتجويد في هذا المسجد أبدا، من تعلم سورة الفاتحة إلى الدورات التأهيلية المبتدئة التي يتعلمها المبتدئون في تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، الكثير من الدورات من أجل تخريج المقرئين والقراء الذين يقرؤون الناس كتاب الله سبحانه وتعالى بالقراءات العشر. من قطعت هذه الدورات ولا هذه الجلسات المباركة من هذا المسجد المبارك أبدا، موجودة بعد صلاة الفجر، موجودة بعد صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، موجودة في كل وقت يجلس فيها الصغير والكبير، موجودة في هذا المسجد المبارك الدورات التي تعلم الناس اللغة العربية، والتي تعلم الناس والمسلمين من أبناء فلسطين، تعلمهم أحكام المواريث، وتعلمهم البلاغة العربية، وتعلمهم الفقه وفقه العبادة وفقه المعاملات. كل هذه الدورات الشرعية كانت موجودة، وبإذن الله هذا الشعب العظيم في إندونيسيا يستمد قوته من الله سبحانه وتعالى الذي قال في بيوت أذن الله أن ترفع. الله سبحانه وتعالى لهذا الشعب العظيم في إندونيسيا أن يكون سببا في إنشاء هذا المسجد الضخم الصرح المنارة والقلعة من قلاع الإسلام. كيف سيكون الحال به إذ كان صرحا كبيرا؟ بلا شك أنه سيكون من شيء صغير سيكون جامعة، سيكون قبلة نستجلب في هذه القلعة كل من يعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. كنا بالأمس نخرج في كل شهر أو شهرين حافظين أو 3 حفاظ من كتاب الله سبحانه وتعالى، ونقيم لهم حفلا ونفرح بهم وكأنهم ممن يريدون الزواج، وبإذن الله سنفعل ذلك في مسجد استقلال إندونيسيا. سنقيم الأفراح، سنقيم البهجة والسرور من أجل أن نفرح بحفظة كتاب الله سبحانه وتعالى، وسنوصل منهم بإذن الله إلى إندونيسيا العظيمة، يؤمون في مساجدها ويزورون تلك البلاد التي كانت سببا في إنشاء هذه الجامعة وهذا المسجد وهذا الصرح الكبير. نريد من هذا المسجد المبارك أن يكون قلعة نستضيف فيها كل أخ من هذا الشعب العظيم في إندونيسيا بإذن الله. كذلك كما قلت
استضافة إخواننا من إندونيسيا في هذه القلعة منارة للإسلام والمسلمين، يتعلمون فيها الخير، يحفظون فيها القرآن، يتعلمون فيها الحديث، يتعلمون فيها الفقه، يتعلمون فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تحية لكم إخواننا في إندونيسيا، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.